الخدمة سيئة، الصيانات كانت سيئة، عدم استجابة الصيانات لمشاكل الناس سيئة. احنا الآن في فتحنا المخازن 24 ساعة، أي صيانة أشوفها متلكئ أعاقب مدير الصيانة، أطرده وأحيل لتحقيق وممكن أكثر من هذا. فمن خلال برنامجكم ومن خلال قناتكم العراقية الحبيبة، أي مواطن لديه شكوى تجاه أي صيانة، إذا هناك أي تلكؤ أو استغلال أو أخذ المال أو أي أرجو منهم تبليغي وأكون ممنون وشاكر لكم وللمواطنين. يعني يتم تبليغك بشكل مباشر؟ مباشر، بشكل مباشر. هذا الملف فيه مشكلة، ملف الصيانة وما يطلب من المواطن أحيانا في قضية الصيانة. يعني واحدة من المناشدات التي وصلتنا عندما أعلنا عن المقابلة، هناك مشكلة في هذه القضية. مشكلة متجذرة قديمة، لذلك نروح باتجاه الخصخصة، باتجاه أو الجباية الأهلية، أو المواطن يقوم به، قطاع خاص يقوم به، الخدمة تكون جيدة والتجهيز يكون أكثر والسيطرة بشكل أفضل.